Good morning. اليوم عندي يوغا. اليوم دوري بالسواقة. رايح أجيب صاحبتي ونطلع. هاي غراضي كلها. نسيت شغلي. هيدي أحيانا بحتاج أحيانا لا. صار أفضل أخذها. طبعا لازم أعطيكم لمحة عن الجو. الجو اليوم لهلا بياخد العقل. أوكي حلوين، أنا رجعت من اليوغا وكنت نسياني في ساوند باث اليوم. فساوند باث هو مثل ميوزك ثيرابي، بيعزفوا آلات، بتعزف على بعض الآلات الموسيقية لمدة ساعة. فسوينا اليوغا بالأول ساعة وبعدين ساوند باث ساعة تانية. وانتبهت اني ما اخذت معي مي، اليوم ما شرباني شيء ولا اكل شيء من الصبح للأسف الساعة 12. اوكي هلا عم فكر بلش حضر اول وجبة. رح اعمل سلطة اليوم، فحنزل اطف كيل. يطلع كيل جديد هون، بس في شي عم ياكله. عندي بطاطا هون لازم شيلها، وبدي ازرع بذور كيل غيرها. خلينا هلا شوفوا في شي عم ياكلوا. اعتقد هدول بكفوني. ما بعرف اذا اليكس رح ياكل معي ولا لا، بس هدول بدهم سقاية. هلا بتعرفوا شو زرعت؟ هيدا الكرنب، بس ما بعرف امتى بينشالوا الارض، بدي اعمل عليه. مين بيعرف شو هاي؟ بتعرف ما انتبهت لها؟ ما انتبهت لها ابدا. يي في وحدة تانية كمان. هذا كله الخضار كيتو طبعا. وكمان لو كارب طبعا. بس بدي اشوف امتى الواحد لازم يشيلها يعملها هارفستينج. بعتقد هيدول بدهم وقت بعد بيكبروا. هيديكي كمان ما منتبهت لهم ابدا. اوكي بعتقد رح اقطف السلق اليوم لانه اخدين مطرح على الفاضي، بس بدي اقبعها من الارض. بلشت تزهر يعني خلاص. اوكي فرجيكم كمان شو طالع عندي. هدول انا كتير كتير اكسايتد. شوفوا عرفتوا شو هول؟ هدول بامي. هيدي عم بتموت ولا لا؟ هيدي الوردة تبعيتها
وتطلع. ما زرعت كتير منهم، كانت تجربة هاي السنة، بس مبسوطة انه طلعوا. ما رح يعملوا لي طبخة على الأكيد، بس حلو الواحد يشوف انه لما يزرع شيء في نمل بيطلع. رايت، خلينا نفوت نحضر اول وجبة. اوكي، الخضرة اخذت معي وقت طويل بالتنظيف، بس نظفتها كلها. هلا صارت الساعة 1:50، فحقسمهم هدول اللي عم طلعوا كتار 2. هلا رح قصهم كتير صغير قد ما فيه. سبايدر كمان. اوكي، اوكي، وهذا السلق. اوكي، هلا راح اخذ نص البصله. بندورة هلا رح احط شوي من جبنة الفتة غنم و خروف. هلا رح احط افوكادو، ان شاء الله تكون منيحه لان لها عندي زمان. بيرفكت. هلا رح احطهم، رح احط حصتين. هلا رح احط حتمي من الجوز.
هذه السلطة لشخصين عشان ما تفتكروا اني راح اكلها لحالي. اوكي الجوز من اقل المكسرات اللي فيها كربوهيدرات، فكتير مناسب للكيتو للي بده يفوت مكسرات. هي طبعا غنيه بدهون صحيه، فمهم انه الواحد يهتم بالمكسرات. هانوت هدول عصير هاند ونص، ملح لها معايا، واخيرا زيت الزيتون. فوالا هيدي الوجبة الأولى لليوم. هي رح نقعد بجنينة وناكل أول وجبة. أو الطعمات والفليفر مع بعض رهيبة. هذا للناس اللي بتحب الحامض، اللي ما بحب الحامض خفف حامض، ويمكن ما تعجب السلطة من أساسها. على أكل رح أخذ حبة فيتامين دي 3 مع K2. كنا بالبارك، التقينا برفقات نوا بالمدرسة، جمعوا حالهم. اوكي حلوين، كنا بالبارك، اخذنا نوا قضى شي ساعتين مع رفقاته من المدرسة. مدرسة اولادي انا، لان احنا عايشين بقرية صغيرة فيها صف، فالولاد بيكونوا بنفس الصف مع بعض 7 سنين من الريسبشن، وهذا إذا مبلشين بالحضانة كمان بيكونوا إلهم أكتر، فكتير هيك بتحسون أقرب من بعض الولاد، وبيلتقوا طول الوقت. ولما حدا بيعمل عزيمة أو عيد ميلاد بيعزم الكل، لأنه مثل ما قلت قرية صغيرة والكل بيعرف بعضه. رجعنا من شوي وكانت قاعدة عم فكر شو بدي أعمل بكرة، لأن بكرة ما عندي شغل، ما عندي جلسات، فأنا بحب هيك يكون في وقت فراغ لازم نعبي. فقررت أني أعزم عائلتين من رفقاتي الإنجليز. بنعمل كتير نحنا قعدات هيك مع رفقاتنا العرب، بس مع رفقاتنا الإنجليز يعني بالنادر. بس بما أنه هلأ الكل معطل، قررت أني أعزمهم، والحمد لله العائلتين فاضيين بكرة. فهلأ أنا وأليكس رح نروح ونشتري أغراض. مثل ما قلت لكم مبارح، أنا لما بكون عندي عزيمة بستسهل الباربيكيو، وكمان الجو بكرة روعة، أحلى حتى من اليوم، فلازم نستغل الوقت، لأنه بغمضة عين ممكن يقلب الجو ويبلش الخريف. فرح روح عم جهز حالي، ورح روح أنا وأليكس نعمل الشوبينج ونشتري اللحمة والغراض اللي بدنا إياهم للسلطات بكرة. يا حلوين، الساعة 7 المساء، أنا هلأ بلشت جوع، محتارة كثير شو بدي أكل، ما لي خلق ساوي شي. فبعد فاضل مشاوي من امبارح، كباب، بدي أشوف إذا في خيار برا،
باكل معاه خيار وبندوره، لا ما طلع لي حتى اسوي سلطه. ان شاء الله نلاقي شيء كبير. فرجيتكم من قبل الخيار الابيض اللي زرعته، طعمتهم على فكره رهيبه رهيبه، اطيب من الاخضر حتى. بس هاي واحدة تانية وهي واحدة تالتة وصغار. اوه بلشوا ينشفوا، بدهم مي. الظاهر انه بدي اقلكم الظاهر انه مقطفينه كلهم، بس ليكوا ليك شكله. هاي واحدة، هاي اثنين. ليش عم يطلعوا هيك؟ هيك صغيرة ما راح اطفى، بس ليش عم يطلع شكلهم هيك غريب؟ خلينا نشوف كمان هيدي، بس صغار غريب، ليش عم يطلع شكلهم هيك؟ هاي وحدة كمان، هيدي مش خيار، هيدي مقتة، ما بعرف إذا بتعرفوا المقتة، بس شكلنا كمان مقطفينهم كلهم. كان في كتير مرح. أوه شوفوا هاي وحدة، بس بدها وقت بعد تكبر أكتر تطول. هو بتكفيني هاي، ما مشكلة. صراحة أنا إلي أسبوعين هملتها لجنينة، هملتها مظبوط. شوفوا هيدا بعد هيك، خليهم على الأرض شوفوا شو بصير فيهم، مش منيح أبدا، لازم أجيب شي خشب علقهم. هيدي ماشي حالها لأنها بعيدة عن الأرض. شوفوا هون مشاكل. ليكوا هاي دول كتير بندورة، كتير زرع أنواع مختلفة، بس إذا ما شلتهم عن الأرض رح يخربوا كلهم. شوفوا هون، شوفوا هيدي بندورة سوداء، بس لأنها على الأرض شوفوا مأكولة. ما انتبهت أبدا. اوكي بكره لازم نحل المشكله. اوكي خلينا ناخذ الخياره ونفوت لجوا. هذا صحني، على فكره هولي شكله مثل البرجر بس هني كباب، انا بس بسويهم بهذا الشكل لانه اسهل. فتلاتي سخنتهم وحطيت ثلاثة بندورة صغيرة وقسمت الخيارة بيني وبين أليكس، وهلأ رح أحط ملعقة كبيرة من المتبل وملعقة كبيرة لصحن أليكس، وهيدي أحلى وجبة. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم بكرة في فيديو جديد، وأنا رح أتعشى هلأ. باي باي.